بسم الله، النهاردة إن شاء الله نرسم مع بعض ليفل بس من نوع مختلف اللي هو البلينم. عشان أرسمه برجع على أرتكت وأختار ليفل، تمام. أختار من هنا النوع بتاعي اللي هو البلينم، أختار إن هرسم لاين. عايز أقول له أول ما تنشئه اعمل لي بلان فيو، ممكن أشيل العلامة دي يبقى كده مش هيعمل بلان فيو هنا. لا، أنا أقول له اعمل لي بلان فيو وأدخل في الطيب، لما أختار سيلينج لما أختار فلور بلان، ممكن أختار الاتنين. لا، انا هختار ده فلور بلان بس واقول له اوكي. هقول له اوفست من النقطه اللي انا عملتها 2600. اجي هنا اقول له اعمل لي 2600 من اول هنا، تمام. خلاص، هو كده عمل لي البلان اللي انا عايزه، بس كتب لي عليه اسم مختلف. هاجي عليه اروح مغير الاسم بتاعه، اسميه مثلا ليفل 2، ليفل 2 بلينام. بيقول عايز تغير الاسم؟ اه، غير الاسم، تمام. باجي هنا ليه عمل ليفل 2 بلينم، بس اوكي بروبرتيس عشان اظبط الخصائص بتاعته اللي انا عايزها. ايه الخصائص اللي انا محتاجها؟ سب ديسبلين، خلاص وعملها اتش فيك، تمام. الفيو نيم ليفل 2 بلينم، ماشي مفيش مشكله. ديفولت فيو ميكانيكال بلان، لو انا عايز اغيرها ممكن اغيرها. يبقى لي ايه؟ يبقى لي ديفولت فيو. الفيو رينج، ممكن اجي من الفيو رينج هنا اقول له خش بص لي من اي مستوى، ممكن اخليه مثلا من المستوى التاني على ارتفاع مثلا 2900 على سبيل المثال. طبعا الاعدادات الافتراضية دي احسن، يعني انا اخليه بص من اول الروف دي احسن، بس انا بحاول اغير فيها شوية، تمام. الاوفسيت كات بلان طبعا لازم يكون اقل من التوب، لان ما تعلاش الحاجة ده قط بلان، فلازم يبقى لو انا حاولت ادخل رقم في التوب اقل من قط بلان مش هيقبله، تمام. اوز كانسل، اوكي. وكده عندي البلينم جاهز عشان ابدا اشتغل عليه. عمرو سليم.